وحول آخر استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ، ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد التحية أطلعنا على آخر المستجدات لديك حول الاستعدادات الأخيرة لمدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27. تحياتي لك ولكل متابعينا من مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام والأمل، المدينة الصديقة للبيئة والخضراء. في متابعة لتأهب هذه المدينة نحو انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27، نتحدث أيضا اليوم عن جولة تفقدية وميدانية لوزيرة البيئة دكتور ياسمين فؤاد في عدد من المواقع للاطمئنان على الاستعدادات واللمسات الأخيرة على أكثر من 30 مشروع هنا في مدينة شرم الشيخ، ما بين مشروعات إنشاء جديدة ومشروعات تطوير ورفع كفاءة وأيضا المشروعات البيئية الخضراء وأيضا المشاركة في حملة الحد من الأكياس البلاستيكية. وكانت الزيارة في البداية في محمية رأس محمد وأيضا في عدد من الشواطئ لتنظيفها وأيضا تجميلها ومنع والحد من الأكياس البلاستيكية. تلا هذه الزيارة الأولى زيارة تفقدية أيضا لقاعة المؤتمرات والمنطقة الزرقاء التي من المفترض أن يقام فيها الفعاليات الرئيسية لمؤتمر المناخ، ثم تلاها أيضا زيارة وتفقد للمنطقة الخضراء التي سوف يقام بها الفعاليات الموازية لمؤتمر المناخ. وبعد هذه الزيارة والتفقد لهذه المواقع كانت هناك المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه مدينة شرم الشيخ أول مدينة سياحية خالية من الأكياس البلاستيكية، وأيضا الحديث حول تنظيف وتجميل الكثير من شواطئ هذه المحافظة استعدادا لمؤتمر المناخ، وأيضا التأهب هنا في كافة النواحي كمثال ونموذج لهذه المدينة في مؤتمر المناخ. عودة إليكم مرة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة شرم الشيخ.